طيب تعالوا بقى ايه ناخد بعضنا على الاحداث اللي هي الكبيره حبتين. انتوا عارفين مما لا شك فيه انه مصر الحقيقه بذلت مجهود كبير خلال السبع سنين اللي فاتوا، اولا في مساله الدعم العام للصحه بتاعة المواطن المصري، وده من خلال مبادرة عظيمة وكبيرة زي مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، القضاء على طوابير الانتظار في المستشفيات إلى آخره. لما حصل موضوع المشوار اللي قطعته والحمل اللي شالته مصر في مسألة القضاء على فيروس سي، ما احتفظتش بالمسألة لنفسها على الإطلاق، بل توجهت إلى أشقائها الأفارقة وبدأت تساهم قدر الاستطاعة أو قدر المستطاع، قدر الإمكانيات المتاحة في دعم أهالينا الأفارقة وتوفير العلاجات بتاعة فيروس سي. حصل بعد كده موضوع الكورونا، مصر الحقيقة برضو كما جرت العادة، وتاني هو ده الدور الطبيعي اللي بتقوم بيه مصر، ولا نبتغي حمدا ولا شكورا على الإطلاق، دي مصر في إفريقيا، دي مصر في المنطقة العربية، دي مصر في الشرق الأوسط، أسف في البحر، في البحر حوض البحر الأبيض المتوسط، دي مصر على مستوى العالم، ده الدور الطبيعي اللي بتلعبه مصر، ده دور البلد التي وصفت بفجر الضمير الإنساني أو فجر الضمير البشري، مهد الحضارة، ده طبيعي جدا، مفيش فيه أي شيء غريب. فمصر كمان لما حصل موضوع الكورونا فبرضه لم تكتفي بمسألة توفير اللقاحات لشعبها وخلاص، بل ذهبت وامتدت اليد المصرية أيضا إلى إخواتها في إفريقيا لدعم نظم الصحة بالدول الإفريقية وبمشاركة 25 سفير. طبيعي إنه الأقصر تستضيف الأقصر طيبة، الأقصر بقى بتاع طريق الكباش، هي دي يعني من طريق الكباش ليه ازاي نقدر ندعم صحتنا جميعا كأفارقة. فبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى يتم استضافة المؤتمر السنوي للشراكة المصرية الإفريقية زي ما كنت بقول لكم بمشاركة 25 سفير. احنا معانا على التليفون دكتور هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية، ده مهم قوي الحكاية دي، بالهيئة العامة للرعاية الصحية. أهلا بك يا دكتور هبة. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصح؟ اهلا بحضرتك. اولا انا هيبقى عندي هم سؤالين، مش عارف اذا كان هيبقى في ثالث ولا لا. اولا بخصوص المؤتمر بتاع بكره واهميته ومساله السياحه العلاجيه دي، وعايز حضرتك تكلمينا فيها شويه. نبدا بمؤتمر بكره. هو الحقيقه بكره بينطلق وعلى مدار يومين المؤتمر السنوي الاول للهيئه العامه للرعايه الصحيه، وده هيكون بالتعاون مع وكاله الشراكه من اجل التنميه بوزاره الخارجيه المصريه. هيكون بعنوان الشراكه المصريه الافريقيه وسبل تنميه السياحه العلاجيه، وزي ما حضرتك ذكرت هيبقى متواجد معانا 25 سفير افريقي، وكمان هيكون بحضور السيد محافظ الاقصر وقيادات هامه من منظومه التامين الصحي الشامل. الحقيقه هو المؤتمر يا فندم يعني هو بمثابه ملتقى للحوار الشامل مع السفراء الافارقه، هيتم طرح الرؤى المختلفه والمناقشات طبعا الخاصه ببحث سبل دعم النظم الصحيه في البلاد الافريقيه. هيتم تطبيق الـ يعني سبل الدعم دي عن طريق الهيئه العامه للرعايه الصحيه من خلال بروتوكول التعاون المبرم ما بينها وما بين الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه. كمان من ضمن اهداف المؤتمر ان احنا هنبحث سبل تنشيط ودعم مجال السياحه العلاجيه من خلال استقدام الباحثين من الدول دي عن العلاج في مصر، وهنقدم لهم كافه الخدمات الصحيه المناسبه ليهم وباسعار تنافسيه. من ضمن المجالات اللي هنتناقش فيها ازاي نقدر ننقل خبراتنا المتميزه في المجال الصحي لدول افريقيا، وبالاخص كمان في تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل اللي يمكن احنا عملنا فيها طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت. عظيم. كل ده كمان من خلال المناقشات اللي هتتم غدا، هنقدر كمان نحقق التوصيه اللي جاءت في منتدى شباب العالم، وهي نقل التجربه المصريه الرائده في التغطيه الصحيه الشامله للدول الافريقيه، وكذلك طبعا ان احنا نقدر ازاي نخلق دوله نموذجيه افريقيه تكون هي اللي هيتم يعني عمل القوافل فيها التدريبات المختلفه. كل حاجه هتنطلق من خلال الدوله اللي هيتم اختيارها بالتنسيق ما بين الجانبين الهيئه والوكاله. عظيم جدا. طيب السؤال الثاني متعلق بالتايتل، دكتور هبه يوسف مدير تنميه الاعمال والسياحه العلاجيه،
السياحة العلاجية دي أنا عايز أفهم، هل إحنا بدأنا نقطع شوط ما في مسألة الترويج للسياحة العلاجية في مصر؟ طبعا احنا الحقيقه هي الهيئه فعلا بتستهدف التوسع في مجال السياحه العلاجيه ووضع مصر على الخريطه الدوليه للسياحه العلاجيه، وده هيبقى من خلال ان احنا عندنا مزايا تنافسيه فعليه، فدي بتؤهلنا طبعا، عندنا كوادر طبيه على اعلى مستوى، منشاتنا الصحيه معتمده من اعلى الجهات الاعتماد في الدوله وكمان معتمده من جهات خارجيه. عندنا الكوادر البشريه والقوى البشريه كمان، يمكن عندنا اعداد اطباء احنا بنتميز بده، يعني بنقدر ان احنا نصدر كمان بالخارج. ده بخلاف الخدمات الصحيه اللي بتتعمل باعلى معايير زي الزراعات، زراعه الكبد والكلى والتخصصات الطبيه اللي بتتميز بيها مصر. في نفس الوقت الاسعار التنافسيه برضه، يعني دي ميزه كبيره جدا جدا بتمتلكها مصر وبتؤهلها ان هي تنافس الدول الاخرى في مجال السياحه العلاجيه. يعني ويمكن كمان العدد الكبير من السكان في الدول الافريقيه واللي بيشكل حوالي يعني 1,300,000,000 نسمه، ده هيزود من اقتصاد الدوله المصريه وهيحقق نقطه اقتصاديه شامله لو طبقنا البرنامج بطريقه كويسه وفيها تكاتف ما بين الجهات في الدوله المختلفه. يمكن ما يقرب من 15,000,000 افريقي بيسافروا خارج بلدهم بغرض السياحه العلاجيه، يعني ما يعادل تقريبا عائد 30,000,000 دولار في السنه بيخرج من افريقيا بغرض السياحه العلاجيه. كويس جدا. طيب في دايما بيبقى اكتر من مفهوم او اكتر من ابروتش للسياحه العلاجيه، في دول السياحه العلاجيه بالنسبه لها انها سياحات تجميل، يعني ده يزرع شعر، دي تنفخ خدودها، الحاجات اللي من النوع ده. اللي أنا فهمته أو اللي أنا سامعه من حضرتك، السياحة العلاجية عندنا لا، هي بتستهدف فعلا جراحات مهمة، زراعة أعضاء، علاج من أمراض مزمنة أو صعبة إلى آخره، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. وكمان يعني احنا هنمشي بالتوازي في جميع الاتجاهات، واحنا فعلا هنشتغل الفترة الجاية على عمل مراكز متخصصة في كل مجالات اللي يمكن بنشوفها ان هي بيستهدفها المريض السياحة العلاجية، سواء جراحات التجميل او الجراحات الخاصه بزراعه الشعر، اللي يمكن كتير من الناس بتسافر فعلا بغرض يعني عمل هذه الاجراءات، وكمان متميزه في دول كتير واحنا مش اقل من هذه الدول، بل بالعكس يعني يمكن احنا عندنا الكوادر البشريه المؤهله للعمل. يعني حضراتكم بتشتغلوا كمان على مساله سياحه الاستشفاء، سياحه النقاهه الى اخره؟ بالظبط، وده لان مصر بطبعها هي بلد سياحيه. فاحنا لو جينا كمان نعمل بروجرام متكامل للمريض هنلاقي ان احنا بسهوله جدا نقدر نوفر ده. يمكن انطلاق المؤتمر غدا يعني ان شاء الله من الاقصر، دي رساله كمان انه احنا مش بس عندنا مستشفيات مؤهله، احنا كمان بنمتلك يعني مدن اثريه، مدن سياحيه من الطراز الاول. فكل الـ يعني المؤهلات وكل المقومات موجوده عندنا في مصر. الاستشفاء البيئي طبعا زي ما حضرتك ذكرت، والنقاهه ما بعد العمليه، في مرضى بيبقوا عايزين يروحوا يجروا اجراء معين طبي طبعا. وفي نفس التوقيت عايزين في فتره النقاهه يستجموا صح. يشوفوا التراث بتاع البلد او الطبيعه السياحيه بتاعتها. فاحنا الحمد لله هنقدر ان احنا نقدم للمريض الاجنبي اللي بيستهدف العلاج في مصر برنامج متكامل يعني باقل الاسعار الممكنه باذن الله. باذن الله وبافضل جوده، انا متاكد من ذلك. بشكرك جدا دكتور هبه يوسف، مدير تنميه الاعمال والسياحه العلاجيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه.